لا لا، هلأ لا تقربيني على البورصة بنوب، أحسن شي حولي لي ياهم مصاري. قديش الجرام اليوم؟ آه نازل كتير، معقول؟ لكن نشتري ذهب، فوائد الشهر الماضي بنشتري ذهب والباقي بنحولهم لمصاري. أهلا وسهلا يا أهلا خانو. فيكي ماما بغرفتها مو هيك؟ إيه بغرفتها. طيب ماشي، عم استنى منكم الأخبار. لا أنا ما بشتغل على الإنترنت بنوب. تعالي. مع السلامة، شكرا كتير إليك. شو الأخبار؟ منيحة حبيبتي. شلون إجيتي؟ كنت رايحة على النادي، قلت لحالي بشوفكن شوي. منيحة كتير. وسمر هونيك؟ إمتى راحت؟ صار لها شي نص ساعة تقريبا. بس أنا شفت سيارتها قبل شوي. وين؟ لقدام، ومهند كمان كانت سيارته هنيك. ما بعرف، يمكن تكون غيرت رأيها. بعدين كانت بدها تروح على الشركة، قال بدها تتغدى مع عدنان بيك. بركي عم تستنى هنيك. مرحبا بيسان خانم. أهلين كاتيا. شو تشربي؟ بشرب عصير برتقال. حاضر. تعرفي رح احكي بلاها معه. عدي، كل الأحوال رح تشوفوا بعض. بعدين أنا ما عم شوفك كتير. إيه يلا احكي لي، شلون استقبلك عمك ومرت عمك وشو حكيتوا بالتفصيل؟ يعني شلون استقبلونا؟ بعدين لما حكيتي معي كنتي معصبة كتير، ونهاد كان جنبي ما قدرت حكيكي، وما بعرف شو كان صاير لك. أكيد كنتي متضايقة من شي، وأنا سمعت إنك تخانقتي مع سمر كمان. يعني شو رح يطلع من خناقتنا؟ عصبنا شوي وبعدين رقنا. لساكي عم بتدوري على بيت؟ لا حبيبتي، سمر وعدنان بدهم ياني ضل هون، مو حابين اسكن لحالي، مشان هيك رح أضل هون. بسطتيني. ويلي بالبيت كيف هون؟ على حطت إيدك. يلا حكي لي هلأ شو صار مبارح؟ بعيد ايدك. كيف بتتجرأ وبتمد ايدك علي؟ كيف بتحكي معي بهي الطريقة؟ انا اعطيتك وش كتير. نسيت انك شغيل عنا؟ مين مفكر حالك اه؟ شوفي. واخيرا شرب بشير. ليش تاخر لهلا؟ بلكي الاولاد طالبين منه شي شغله، او راح على السوق يجيب اغراض. لوين رايحه لميس خانم؟ يلا جميل استعجلي شوي، بسان خانم عم تستنى العصير. ايه طيب. شرفي شو صار لك؟ الله يثبت علينا العقل والدين يا رب. لا تواخذيني، هلا انتبهت انك متصلة، كان بدك اغراض من السوق؟ لا ما بدي شي، كنت حابة احكي معك. ما في حدا بهذا البيت الا وعم يحكي بموضوعك يا بشير. شو عم بيصير؟ أنا كم مرة قلت لكم لحدا يتدخل بشي ما بيخصه؟ يلا كل واحد على شغله. بشير أنا بعرف إنه نيتك صافي،
بس حركاتك وعصبيتك الكل عم يفهموها غلط، وأنا بصراحة ما بقدر دافع عنك كل مرة. بترجاك تنتبه على حالك أكتر. ما بدي حدا بهالبيت يحكي بالموضوع بنوب. بكفي، أنا ما عاد سبب لكم مشاكل، رح أترك الشغل. Thank you.